إذا كنت من عشاق أفلام الكارتون، فلا شك أنك سبق وشاهدت إحدى حلقات السلسلة المعروفة باسم عصابة الدالتون، والتي تتكون من 4 إخوة تتفاوت أعمارهم كما مستوياتهم في الذكاء، وهم يحاولون بشكل مستمر التخطيط للهروب من أحد السجون المتواجد وسط الصحراء، لكن وفي كل مرة كان يتم إلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى السجن. فما حقيقة تلك القصة؟ كيف تكونت عصابة الدالتون؟ وما أبرز العمليات التي كان يقومون بها الإخوة آنذاك؟ أحداث أخرى تحمل تفاصيلها عنها الدقائق القادمة من هذا الفيديو. لكن قبل ذلك مشاهدين الأعزاء، يسعدنا انضمامكم لأسرة قناة دهاليز بتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الإعجاب وكذلك زر الاشتراك، ونحن معكم دائما بالأفضل الأكثر تشويقا ومتعة. لنتابع. يتعلق الأمر في هذه القصة ب4 إخوة ميزوا التاريخ الغربي للولايات المتحدة الأمريكية بداية القرن 19 بصفتهم لصوص قطارات وسارقي بنوك مشهورين، حيث كانت تتكون العصابة من الإخوة المدعوين جرات المولود سنة 1861، بيل المولود سنة 1863، روبرت أو بوب المزداد سنة 1870، وأخيرا أمت المولود سنة 1871، وهو الإخوة الأصغر سنا لأسرة كانت تتكون من 15 طفلا عندما تخلى عنهم والدهم المسمى لويس دالتون الذي كان يعمل كبائع متجول، حيث اضطرت الأم أديلين إلى تربية أطفالها بمفردها خلال فترة صعبة ميزت التاريخ الأمريكي إبان الحرب الأهلية وإعادة الإعمار. أقامت أسرة دالتون بداية الأمر في مقاطعة كاس بولاية ميزوري قبل أن ينتقلوا للعيش في كوفيفيل بولاية كانساس، ثم عادوا بعد ذلك مرة أخرى إلى ولاية ميزوري قبل أن يستقروا أخيرا في إقليم أوكلاهوما التي كانت موطنا للهنود الحمر قبل سنوات. عمل الإخوة الأربعة الخارجون عن القانون في البداية كرعاة بقر، ولكن في العام 1887 قتل شقيقهم الأكبر المدعو فرانك الذي كان يشغل منصب نائب المارشال الفيدرالي، فتم على إثر ذلك تعيين جرات وبوب وأمت في مناصب رجال شرطة، وبحلول العام 1889 وبعد عدم حصولهم على رواتبهم بصفتهم موظفين حكوميين فقد اتجهوا إلى سرقة الخيول من المزارع في المنطقة، وهم لا يزالون يحملون شارات الشرطة، حيث وبعد عام واحد فقدوا مصداقيتهم وأجبروا على الخروج من الشرطة بشكل نهائي، وهو ما جعلهم يركزون بشكل أكبر على سرقة الخيول، حيث كانوا معا عصابة اشتهرت ما بين سنتي 1890 و1891، قاموا خلالها بسرقة المنازل وحانات القمار وبالإضافة إلى القطارات والبنوك، كما انضم إليهم شقيقهم بيل بعد ذلك، والذي كان حتى ذلك الحين مواطنا صالحا ومحترما قبل أن تدمر حياته المهنية بسبب ارتباطه بباقي إخوته. وفي صباح يوم 5 من شهر أكتوبر من العام 1892 سافر بوب وجرات وأمت رفقة ديل برودل وبيل باورز واللذان كانا من أبرز رجال العصابات في ذلك العصر إلى كوفيفيل بولاية كانساس، حيث كانوا عازمين على سرقة عدة بنوك في المدينة، فتم التعرف عليهم عندما كانوا يغادرون أحد البنوك، وقوبلوا بإطلاق للنيران بشكل مكثف من قبل المواطنين وحراس البنك، حيث قتل جميع أفراد العصابة باستثناء أمت الذي أصيب وقضى 14 عاما في سجن ولاية كانساس في لانسينغ قبل أن يتم العفو عنه خلال العام 1907 بعد أن تم إصلاح شخصيته وأصبح فيما بعد رجل أعمال محترم في لوس أنجلوس،
حتى وفاته في 13 من شهر يوليو من العام 1937. أما الأخ الرابع بوب فقبل عملية كوفيفل كان قد عاد إلى أوكلاهوما، كما انضم في وقت لاحق إلى عصابة بيل دولن، ثم قام بتشكيل عصابة خاصة به فيما بعد. وبتاريخ 8 من شهر يونيو من العام 1894، وبينما كان يلعب مع ابنته في الشرفة الأمامية لمنزل مزرعته الواقع في أرتمور بولاية أوكلاهوما، فقد تسلل إليه رجال الشرطة من الخلف وأطلقوا عليه النار ليردوه قتيلا. كانت هي الرواية الحقيقية وراء قصة عصابة الإخوة الدالتون، لكن وبسبب الشهرة والإثارة التي ميزتهم خلال تلك الفترة وقيامهم بعمليات سرقة مختلفة في جميع أنحاء البلاد، فقد أدى ذلك إلى العديد من الأساطير حول تلك العصابة. لكن آخر الإخوة الدالتون والمدعو ليت خرج عن صمته وكشف عن حقيقة ما كان يفعله إخوانه، وذلك بعد وفاة شقيقه أمت، مشيرا إلى أن العديد من رجال العصابات في ذلك العصر والتي لم تكن تريد أن تنتشر هويات وأسماء أفرادها كانوا يدعون أنهم الإخوة الدالتون. في الكثير من العمليات التي شملت سرقة الممتلكات الخاصة والبنوك والسطو على القطارات، أما سلسلة أفلام الكرتون المسمى عصابة الدالتون فتدور أحداثها حول أربعة إخوة، وهو جو وجاك وويليام وأفريل، والذين كونوا معا عصابة إجرامية، وبعد إلقاء القبض عليهم كانوا يقضون مدة الحكم داخل أحد السجون في منطقة صحراوية، وكانوا في كل مرة يبتكرون خطة جديدة وحيلا مبتكرة للهروب، حيث يظهر من خلال حلقات السلسلة ويليام وهو يحاول في كل مرة تهدئة الأجواء بين جو وأفريل، كما أنه يملك أفكارا مميزة وخططا مبتكرة للهروب، وهو ينفذ أوامر أخوه جو دائما ويحاول تنفيذ توجيهاته حتى يتجنب عقابه، فيما يجيد صناعة الأسلحة والأدوات اعتمادا على ما يتوفر له من أشياء بسيطة. أما أفريل الشقيق الأصغر سنا من بين الإخوة الأربعة وصاحب القامة الطويلة، والذي في غالب الأحيان كان يوصف بالغباء من قبل إخوته، ومحب الطعام بشكل كبير، والذي يأكل أحيانا أشياء غير صالحة مثل الصابون، حيث كان يعتبر الأضعف والأغبى، والذي غالبا ما يحبط خطط الهروب بتصرفاته غير المحسوبة. أما جاك فكان يمتلك مهارة وقدرة كبيرة على التمويه والاختفاء، لكن يقوده تسرعه في كل مرة إلى ارتكاب الأخطاء الخطأ وإفساد خطط العصابة للهروب، فيما تبدو على شخصيته بعض معالم الذكاء. يبقى جو أكبر أفراد العصابة سنا وأقلهم حجما، كما أنه الأذكى في تلك العصابة وأكثر من يجيد ابتكار خطط جديدة للهروب، وهو الذي يلعب دور القيادة ويعمل على توجيه إخوته وإزداء النصائح بشكل متواصل، لكنه سريع الغضب خصوصا بسبب شقيقه الأصغر.